السلام عليكم يا شباب. بصوا اهو على البرنامج اهوت نفس الدايره اللي عملها هي اهو، وحطيت الحته اللي بقول لك يبقى انا اشتغلت 2 سوبر زي ما انت شايف كده. بس بص معايا، ادي الستارت اهو، يبقى هو عمل اول واحده الاي 1 وفضل محتفظ بسجن لحد لما تيجي تقفلها انت، وعمل ايه بيقول عمل لحد البي 1. بص اهو ادي عمل ديت، في اول ما عمل دي رجع لك السوبر خلاص، هو لما عمل دي راح رجع لك الايه. بص قفل اكنه اتقفل، الدنيا دي اتقفلت خالص. بس الوحش بقى في الموضوع، يعني والله اعلم طبعا، انا ما اقدرش اقول لك، انا مش عالم بالموضوع قوي، بس طبعا كل الكهرباء كده شغاله دي كده حاجه مش كويسه ماشي. فانت ممكن تعمل بقى موديفيكيشن احسن مني، او ممكن تعمل طريقه اخرى. الدكتور عامل كده على فكره في الحل بتاعه. فانت ممكن مثلا، يعني انا مثلا شايف ايه، انا لو خليت الار 4 ار 3 دي، يعني مثلا ار 4 دي كانت بتقفل ايه، بتقفل ايه بلس، فانا كنت ممكن بدل ما احط التشيك ده هنا احطه هنا، يعني اشيل دي من هنا خالص اهو، اقول له اول لما تشحن ار 4 اقفل لي دي، يعني يجوز برضه اهو، واكتب له هنا ار 4 بس. انا بوريك طبعا احنا ايه، هنمشي زي الدكتور في الاخر، بس انا بعرفك يعني. وهنا اهو بص، لو شغلت الدايره يعني كده برضو هتتحسن شويه، مش هتتحسن قوي يعني. بس انا صار سالت الدكتور، فهو قال لي، فانا لما سالت الدكتور قال لي يفضل ان انت ما تخليش اي حاجه طالما هي ايه اتعملت خلاص، المفروض الكهرباء تفصل عليها يعني. بس ادي عملت الاي واحد وادي عملت البي واحد. بص بقى، اول لما توصل للبي واحد ده يتفصل اهو، بص اتفصل اهو، وهو ده بس اللي بيشتغل فاهم. هو لما تيجي دي ده يتفصل، يبقى هي بس حاجه واحده بس اللي بتشتغل يعني. ده والله اعلم طبعا مين اللي صح، يعني مش قصدي يعني، بس دي كده شغال. كنت انت ممكن بدل ما تحطهم هنا حطيتهم هنا، يبقى انا استخدمت طريقه حته الفصل اللي انا كنت عمال اقول لك عليها ديت. بقول لك انا هفصل دي، هفصل دي، لان ايه، ما هفصل دي معناها ان السولونوز هيرجع لي البتاع. بس انا كنت حاطط دي تشيك على اللي بعدها زمان، انا كنت بعمل ار 2، فده كانت هيبقى، ما كان هيغير الداله خالص، فاللوجيك اتغير لو انا استخدمت سولونوز، ان انت بقى ايه السبرينج هو اللي هيرجع لك الدنيا، وانك انت تفصل السبرينج يرجع لك الايه مساله. اتمنى تكون انت واصله لك. لكن لو حاططها هنا وحاططها هنا واشتغلت خلاص، صح. اهم حاجه ان انت تشتغل. لذلك البرنامج ده سلاح قوي ليك، ان انت تعرف اذا كنت انت اللي شغاله صح ولا شغال غلط. طب انا فكرت الفكره، انت بقى جالك فكره احسن، ان انا بقى ممكن اعمل حاجه احلى ماشي. فانت طب في الامتحان، في الامتحان امشي زي ما الدكتور عايز. انت شايف، انت انا مثلا انا اعمل كده، انت شايف بقى في طريقه احسن؟ احسن لا والله. طب اور ممكن يا دكتور، يعني ممكن تقول اور، يعني تعمله ده اللي هو عايز اور، انا ممكن اشتغلها. وخلي بالك كل دوت احنا ما بنعملش معادلات ولا ماشيين بسيستماتكس معين، بس هنيجي في مساله كبيره اللي هي بتيجي مساله كبيره بقى، هنمشي بسيستماتكس زي ما الدكتور عايز، ونمشي خطوه بخطوه زي ما هو عايز. بس احنا المسائل ديت فيها اجتهاد، يعني كل واحد بيحاول ده احسن طريقه. فانا لما سالت الدكتور قال لي احسن طريقه ان انت ما تخليش حاجه شغاله ملهاش لازمه، يعني مفيش حاجه تبقى شغاله وهي ملهاش لازمه. فلما كنا حاطين الار 4 او الار 3 دولت هنا كانوا كلهم شغالين، كان بص هنا في احمر وهنا احمر وهنا احمر، فده مش ده المفروض ما يحصلش. فلما عملنا التعديل ده البسيط ده، يعني اتحسنت شويه، بقت افضل شويه خلاص، وبقت افضل انا شايف ان هي افضل بكتير الصراحه. فكونك تعملها كده او تعملها كده الاثنين صح خلاص يا شباب، ان شاء الله يعني.